نمشي معك شويه للحزب ديالكم، حزب الاتحاد الاشتراكي. كما قلت في البدايه كنا صادفناك منذ سنه في 21 شتنبر 2019، وقلت بان هذه هي اخر ولايه لك. واش مازال عند هذه الكلمه؟ ماشي برغباتي وارادتي، بالقانون ديالنا الحزب. وانا من شتي هذه القضيه انا بيني وبينها، غادي نقول لك هذه القضيه شحال بيني وبينها. انا اول من طرح في تحضير المؤتمر الوطني السادس في 2001 ولا 2002، كنت مقررا في اللجنه التنظيميه التي كان يترأسها وقتها اخانا الله يطول عمره سعد نوبير الاموي، الذي كان رئيسا للجنه التنظيميه للحزب ديال المؤتمر الخامس. كنت مقررا ملي جاء تحضير المؤتمر السادس رفعنا مذكره في اطار اللجنه التحضيريه ديال انتخاب عاد لجنه الترشيحات وكذا، اي انتخاب المباشر، ورفعنا للمكتب السياسي وقتها كذلك ولايتين. غتاخذ معنا ديك الساعه، غتاخذ التقاعد السياسي ديالك مورا سميتو. لانه ملي كنشوف واش مش كتقول بانه كان رجعت للسيره الذاتيه ديالك في موقع ديال الحزب، مسؤول وطني الشباب الاتحاديه في 1975، عضو في اللجنه الاداريه 1984، نائب برلماني في 1991، رئيس فريق برلماني في 1999، وزير في 2010، كاتب اول حزب في 2012. 45 سنه مسؤوليه سياسيه. واش الواحد ما جاش الوقت بان واحد يقول الله يجعل البركه؟ الله يجعل البركه ياك. دابا احسن ما قلتي مني بدا هذا البرنامج. لا قلتي حوايج خلاص، بدي قلتي لا هادي الله يجعل البركه. هادي ما تنساش مات. شوف انسجمات مات مع داك الشيء اللي الله يجعل البركه. الله يجعل البركه. سي ادريس، اول شيء المؤتمر الا بغينا نهضروا بلغه القانون، واش غيتعقد في الاجل ديال القانون اللي هو يونيو، ام انكم غتستناو تفوتوا انتخابات؟ انا غير البارح الاتحاديون هم سيقرروا. انا غير البارح، لا، اما اننا في هذا العالم واما اننا خارجه. والبارح حنا كنشوفوا العالم تيتناقش قضيه الحرب ما بين اذربيجان وارمينيا كذا في مجلس الامن، وهذو غير اعضاء مجلس الامن، 15 دوله فيه، الناس مجتمعه بتقنيه عن بعد. يعني الحكومه ديالنا، رئيس الحكومه غير اجتماعات. انا اتساءل شكون هذا الحزب اللي غادي يدير مؤتمر؟ اما غادي يدير مؤتمر لا ديمقراطي، غتفهموا، لان تتعرفوا التقنيه وحدودها وامكانياتها. اذا حنا تنتسناو، شوف حنا تنتسناو، لا الله يرفع هذه الغمه، نشوفوا. راه غير بالنسبه للانتخابات، راه بزاف ديال الشعوب اجلت انتخابات، صحيح، او جرات الدور اجلت او بدات وتوقفت، صحيح، كاين مشاكل، صحيح. حنا تنتظروا هالانتخابات ديال اكبر دوله امريكا وكي غدبرها وكذا وكذا. سدريس، يعني فيما يتعلق بهذا الشيء باقي ما عندناش شي سابقه ناجحه في هذا. ولذلك نترصد، انا تنتبعنا حتى اللي قال غادي يستدعي شي لجنه مركزيه ولا شي مجلس شي حاجه غير فيها 300 400، تنقول كيف داير ليها، تنقلب الداخليه في الطلبات ديال المجالس الوطنيه، تكتشف صعوبات الشان الداخلي للحزب. مره اخرى هناك من يقول ان المصالحه لم تنجح، وطرح سؤال كيف يمكن ان يكون ادريس الشقر خصم وحاكم في نفس الوقت، انت معك مشاكل وانت اللي كتدعو للمصالحه، وهناك من ربط عودته للاتحاد بتنحيتك عن قيادته. وهذا راي محترم، ولكن ما يمكنش يتملى، معناتها نقول لك الانانيه والنرجسيه والاقليه، ما يمكنش يتبنى هذا الراي الاتحاديين. مشي اطرح هذا الشيء للاتحاديين والاتحاديين. غنطلب منك الراي ديالك في جوج ديال القضايا، ماشي عندهم علاقه بالحزب، ولكن كنتوقع النقاش الى في الشان الداخلي. لا الوقت ما بقاش، لان بقى عندنا تقريبا واحد 9 ديال الدقائق باش نسرعوا شويه. يوم امس الثلاثاء امرت النيابه العامه بفتح تحقيق بشان الاخبار المتداوله حول انعقاد ما يسمى بين معقوفتين الهيئه الصحراويه لمناهضه الاحتلال المغربي. التعليق ديالك على الموضوع هذا؟ حنا الفنا وقت ما قربت دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبدأ المناوشات. احنا شفنا الخطاب الجزائري كله عدائي ويتحدث عن تصفية الاستعمار، طبيعة الحال بعض الأدوات وكذا الداخلية خصها تدير مناوشة. هالقرقارات راك شفتوا الأمين العام للأمم المتحدة وموقفه الواضح. إذا احنا ولفنا في المغرب أن جارتنا الجزائر الله يهديها وصانعتها بوليزاريو
وبعض المغرر بهم داخل الوطن على رؤوس الأصابع ما لا شك فيه،